تقول السائلة: يخرج منها سائل بعد معاشرة الزوج. السؤال: هل إذا خرج هذا السائل قبل أن تصلي الصلاة ما الحكم، وهل يجب عليها الغسل من هذا السائل؟ السائل ينقض الوضوء، هذا السائل اللي يخرج من الفرج ينقض الوضوء، فلا تصلي حتى تستنجي وتنشف الخارج وتستنجي ثم تتوضأ وتصلي. فإن خرج منها قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فإنه ينتقض وضوءها، فلا بد أنها تستنجي وتنشف المحل ثم توضأ وتصلي. أما إن كانت صلت ولا حصل منها شيء وإنما خرج بعد الصلاة، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة لأنها لم يحصل فيها انتقاض وضوء. وأما الاغتسال فلا يجب عليها اغتسال، لأن هذا ما هو بجنابة، هذا يعتبر حدث أصغر. نعم، يوجب الوضوء فقط. نعم.